السلام عليكم. هذا أول سيبر بارك في إفريقيا، من الأوائل في العالم، والفكرة كانت جديدة جدا 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 عندما انطلقت فكرة إنشاء لزانكيباتير أو لسيبر بارك، وين كانت على مود هذاك الوقت، وكانت يعني فكرة رائعة استمرت في عدة دول، وحكى في الجزائر استمرت في منطقة أخرى، لكن هذا السيبر بارك اللي أول اللي تبنى في الجزائر أو بدأ الإنشاء دياله في الجزائر، وكانت الأيادي الجاثمة على الجزائر، الأيادي الإجرامية منعت هذا المشروع من التجسيد، لا نعرف من أين. المهم النتيجة ها هي الآن أمامكم، وشوفوا الصورة بتاعت المجسم بتاع المشروع والوضعية المزرية بتاع المشروع هذا اللي بقيت مدة أكثر من 30 سنة. هذا المشروع هذا بدأ في السبعينيات، في نهاية السبعينيات بداية الثمانينات القرن الماضي، يعني أكثر 30 أو 40 سنة منذ أن تقرر إنشاء هذا السيبر بارك، لكن لم يرى النور. وهذا المصمم تاعو يعني مصمم إيطالي معروف يعني في العالم، لكن المشروع بقي حابس. وهذه العمارة عندما تم إنشاؤها بداية الأشغال بها كانت أكبر ولا أعلى عمارة في الجزائر ب 25 طبقة، والآن المشروع يبقى على حاله أكثر من 40 سنة. إن شاء الله الدولة تلقى حل لهذا الإنجاز، المشروع هذا تلقى له حل، تغير لا ديستيناسيون تاع البروجي إلى موضوع آخر، أو تلقى له حل. المهم أنه فيه سيبر بارك إنشئ من بعد في نفس المنطقة، يعني في سيدي عبد الله في منطقة أخرى. وهذه الصورة نتاع السيبر بارك الحالي اللي راه موجود حاليا. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.